ما تيجي نعمل ايد شنطة بخيط السلسلة، عبارة عن انا هدخل على حلقة واشتغل جوه منها 4 أو 5 حلقات من غرز الحشو على حسب عرض ايد الشنطة اللي انت محتاجاه. انا هنا مثلا اشتغلت 5 غرز حشو، هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، وتلف الشغل. هلف كده واروح لف الخيط على الابرة. اول غرزة حشو عملتها هروح داخلة فيها وهعمل غرزة نص عمود، اللي هي ايه، بلف الخيط واسحب الابره ويبقى معايا 3 لفات، اطلع من ال3 لفات كلهم مره واحده بالشكل ده، وبعدين ارتفع تاني 1 2 3 3 سلاسل ولف الشغل بالطريقه دي. غرزه النص عمود اللي انا دخلت فيها دي من الظهر ده بالشكل ده، هدخل فيها تاني واشتغل غرزه نص عمود تاني، وبكرر تاني ارتفع 3 سلاسل ولف الشغل كده. وبالطريقة دي نركز ان احنا هندخل في ظهر غرز العمود. بصوا بالشكل ده بالظبط بتبقى الابرة في الظهر، يعني ان انا بثبتها واطلع نص عمود. ليه نص عمود؟ عشان الغرزة تديك الميلان الجميل اللي هيطلع في ايد الشنطة واللي هيعجبك قوي لما تجربيها في الاخر ان شاء الله وتدعي لي ساعتها. انا جربتها بخيط السلسلة جميلة، الخيط سهل جدا وجميل وتقدري تنفذيها في اي وقت لو مش حابه ان انت تركبي ايد شنطه جاهزه، لان طبعا عارفين ان في ناس عملاء يعني بتحتاج ايد الشنطه كروشيه اكتر، في ناس بتحب ايد الشنطه زي الايد الهندي اللي طالعه الايام دي. اتمنى ان هي تعجبكم وتجربوها وتبعتولي رايكم فيها ايه.